خذ راحتك. نعم حجينا، حجينا هؤلاء جلسوا في غرفة عائشة، هو هذا أبو أحمد ومعه عصابة، تكلم وكلام يعني كلام من مصدر موثوق. طيب قال إنه أنا صار لسنوات ما داخل البالتوك، وما دخلت البالتوك إلا من أجل برنامج حاج وعد، زين، إلا من أجل برنامج حاج وعد، وكان ينادي على فلان وعلى فلان أسماء، ودخلوا في غرفة خاصة واتفقوا على إفشال البرنامج طبعا. طيب ويدخل ويتكلم ويتصل ويأخذ وقت منك ما يقارب النصف ساعة، يقولهم أنا وعد، أنا أعرف شلون أعالجه، أنا أعرف شلون أخرب برنامجه بهاللفظ هذا. زين، يعني هذا تعطيه مجال نص ساعة أتكلم، هو هدفه هو تخريب البرنامج. على فكرة قبل كل شيء، موسى ميسم الموسوي والله إنه حق ونحن أصحاب حق وتكلم الحقيقة، ما ذكره الموسوي ميثم كلمة حق وأنا لا أنكرها، ما قاله صحيح على لساني أنا الذي اللي هو إيش موسى الميسوي، إن أنا دخلت الغرفة وقلت لازم أخرب برنامج، هذه كلمة حق ما أنكرها. شوف نحن كيف، إن أنا دخلت الغرفة وقلت لازم أخرب برنامج، هذه كلمة حق ما أنكرها. شوف نحن كيف، يعني صراحة ولا نخاف يا بعض نتكلم صحيح، يعني هذا نرجع له مش مشكلة. أنا أعترف إن أنا قلت الكلام هذا، جيد، شوف الجراءة كيف تجرى لا أكذب، إن أنا دخلت الغرفة وقلت لازم أخرب برنامج، قلت لازم أخرب برنامج، هذه كلمة حق.